بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا الذي نحن فيه، شهر الله المحرم، والرابع ممهد بين جمادى وشعبان وهو رجب. كان العرب يجتنبوا فيها القتال ويحذرون فيها القتال ويسافرون فيها إلى من بلاد إلى بلاد، وبين الله عظمتها في قوله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. دون عاصب الشرور وطاعة الشيطان. ليس لشهر رجب ميزة عن سواه من أشهر الحرم، ولا يخص لا بعمرة ولا بصيام ولا بصلاة ولا بقراءة القرآن، بل هو كغيره من الأشهر الحرم، وكل الأحاديث الواردة في فضله، يعني في فضل الصلاة فيه أو الصوم فيه، فإنها ضعيفة لا يبنى عليها حكم شرعي. لم يثبت في شهر رجب أمر في عبادة ولا نهي عنها، وإنما هو كبقية الأشهر.